انا حابب بما اننا لسه بنتكلم على الوثائقيات والافلام الوثائقيه، عايز اوري لحضراتكم حاجه غريبه جدا جدا جدا. من امبارح تحديدا، امبارح بدا في الاعلام المغربي وبعض الصفحات يمكن في اوروبا وباريس تحديدا يتكلموا بمناسبه المباراه اللي جايه بكره باذن الله للمنتخب المغربي امام فرنسا في قبل النهائي، وللعالم كله بينتظرها واحنا كعرب بننتظرها ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. اول مره في الكره العربيه والكره الافريقيه ان منتخب عربي افريقي يصل الى المربع الذهبي لكاس العالم، حلم. ولكن المفاجاه في اللي هقوله لحضراتكم، سنه 2006 طلع فيلم في المغرب وقتها ما تاهلتش لكاس العالم 2006 اللي كان في المانيا، ما وصلتش كاس العالم. المهم طلع فيلم، اتعمل فيلم مغربي في 2006، اتعمل الفيلم اللي قدام حضراتكم ده، انهض يا مغرب، فيلم عادي جدا اسمه انهض يا مغرب. مؤلفة ومخرجة مغربية اسمها نرجس النجار، ألفت الفيلم ده على فكرة ان في سيدة بتقدر ان هي تشوف اللي هيحصل في المستقبل وتتنبأ بيه في قرية اسمها سيدي عبد الرحمن في المغرب، وأحداث درامية كده كتير. ولكن تنبأ الفيلم ان المنتخب المغربي هيلعب نص النهائي، هيوصل للمباراة قبل نهائي كاس العالم. الكلام ده من 2006، ولما الفيلم ده اتعرض في 2006 في مهرجان مراكش، النقاد المغاربة خصوصا سخروا من الفيلم، اتريقوا على الفيلم، هو ايه الفيلم جاي يقولها في 2006؟ جايين تقولوا لنا ان منتخب المغرب هيلعب قبل نهائي ونهائي كاس العالم وهياخد كاس العالم ازاي؟ ده في 2006، حضرتك متخيلين؟ وان بعد كام سنه المغرب هتلعب نهائي كاس عالم وهتاخد كاس العالم؟ لا، ده الفيلم ده قصه خياليه. والاغرب من ده، ان هتلاقوا في الفيلم ده المدرب وليد الركراكي ضمن المنتخب المغربي وقتها ومتصورين، او يعني يعتبر ان هم يعني مشاركين كده شرفيا في الفيلم. هنوري حضراتكم المقطع، هتلاقي المدرب وليد الركراكي صورته وهو مع المنتخب، وكان مصطفى حجي بالمناسبه طبعا نجم الكره المغربيه كمان كان موجود. شيء غريب اهو، ادي قدام حضراتكم، ادي المدرب وليد الركراكي يشائل علي القدير ان الفيلم اللي من 2006 بيحكي على وصول المغرب لنهائي كاس العالم، والفيلم ده يكون فيه المدرب وليد الركراكي، وقتها كان بيلعب في منتخب المغرب وقتها. وحاجه غريبه، ويتحقق النبوءه ويتحقق الخاطره، معرفش اسمها ايه، الفيلم اللي الكل اتريق عليه في 2006 في المغرب يجي النهارده وكل سخر منه، يجي النهارده يتحقق نبوءه هذا الفيلم والمغرب بالفعل توصل نص النهائي. وهل هتكمل القصة وهيوصل للنهائي وهياخد كاس العالم منتخب المغرب زي ما الفيلم تنبأ؟ مش عارف، تعالوا نشوف المقطع مع بعض. قلوبنا مغاربة، دعواتنا لكم بالتوفيق من كل أنحاء الكرة الأرضية، في كل شبر من بقاع الكرة الأرض المغربية، الكل اليوم مغربي، العالم كله اليوم مغربي، قلوبنا لكم، تهانينا لكم، يا زملاء أجاد، أجدتم الرسالة وحملتم القميص أحسن تمثيل، بدمائكم، بعرقكم، بجهدكم، ملتم رضا وأغلى وأحسن تتويج. لا تضاهيه لا كأس العالم ولا جائزة نوبل، إنه تتويج وفرحة الجماهير المغربية. مشاهدينا الكرام، دقائق معدودة والحكم يعلن عن نهائي المقابلة والمنتخب المغربي في نهائي كأس العالم. يا سلام. اللي حضراتكم شايفينه ده من 16 سنة،
حضرتكم متخيلين ان فيلم تنبأ بحدث زي ده ما يخطرش على بال حد، ان انا اقول لحضرتك مثلا يعني ان احنا سنه 2000 معرفش كام و40 ان احنا هناخد كاس العالم، مش بعيد على ربنا. ولكن لما اجي اعمل فيلم على ده ان مصر تاخد كاس العالم سنه 2040 اكيد تقولوا لي انت بتهزر يعني، ولكن ده فيلم وحصل يعني، وخلاص المغرب فاضل لها يعني 180 دقيقه، وان شاء الله ان شاء الله ليه لا مش بعيد على ربنا يتحقق الامل ويتحقق نبوءه الفيلم المغربي. طيب برحب بالكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق وضيفنا العزيز والشاعر والاديب طبعا، وبرحب من قطر بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ حسام نبوي الصحفي بجريده الرايه القطريه. كابتن ناجي واستاذ حسام مساء الخير، اهلا بحضراتكم. سفير عمرو ويعني شفت المفارقة دي يا كابتن ناجي؟ يعني انا لا دي حقيقة يعني وانا بتفرج مندهش، لانه يعني الرحلة وبعدين الحلم زي انواع الكورة بتاعت المرحلة الأولى في كأس العالم كان اسمها الرحلة، وبعدين الكورة بتاعت السيمي فاينل والفاينل اسمها الحلم. هم عملوا الرحله ودخلوا الحلم، ف يعني دايما في الدريمرز دوت او الحالمين او الناس اللي بتحلم والحالمين، فدول دايما بيحققوا اهدافهم ومشاريعهم، من غير الحلم مش هيكون في حقيقه يعني.